مساتي سادتي أصدقائي المالنا وطموح بلادنا العظيمة وبذكاء والنالة ولكل زملاء كل التوفيق. الآن كما نشاهد الأهلي بالطقم الأسود والخليل وإذا بك تعود كالأبطال. ظننت بأنك فارقت الحياة يا أهلي ولكنك آت وتسمع ضجيجهم في أنحاء جدة وتحديدا في الرحاب يرددون بكم في لقاء الخليج والأهلي في هذا الربع ساعة تقريبا من كل شوط تشاهد فيها كرة قدم، ثم بعد ذلك الفريقين لا يستطيعون الركض أكثر. يحضرون يساندون مع أهلهم لإيبانيز، إيبانيز يبحث عن زياد الجني ولكن الكرة إلى وجود صافرة وخطأ، انذار في وجه اللاعب الكوري الجنوبي يو يانغ. شوف المحاولة الماضية، محرز أمامية إليوسكي أمام الجول، جول 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 جول. الأهلي يبدأ قصة الانتقام ويطل عليكم من جديد ويؤكد بأنه لن يرحم أحدا. الأهلي يسجل 1-0 عن طريق إيبانيز. ينزل إلى أرضية الميدان يشكل الإضافة فرانكيسيا، كرة تعود في وسط الميدان رياض دبوز، سلامات الشرق إليوسكي قوية ولكن الكرة تعود ولا تزال الخطورة قائمة. لمسة وتمريرة للجانب الأيسر هنالك راية وتسلل جودة، رياض محرز يحاول رياض يسدد والكرة إلى خارج أرضية الميدان، الكرة إلى خارج أرضية الميدان. بالفعل تعود الكرة لصالح الخليج لا تزال، وحكم اللقاء الذي أشار إلى وجود خطأ على فهد الرشيد خاصة في الشوط الأول. اللاعب إيبانيز لم يكن يقدم ذلك العطاء ولا فابيو أخذ كورة يمر يا حين يا فابيو جول إنما بتمر خطيرة توصل لإدوارد منتي. الله الله يا فابيو مر على الرياض، وهذه الكرة اللي كان مع روجر إيبانيز لسجل الهدف الأول والتقدم في هذا اللقاء بعد ضغط أهلاوي رائع جدا وسط الملعب. الرياض أليوسكي يحضر عليها، خطأ موجود في مصلحة أليوسكي، يكسب خطأ أليوسكي المقتوني ويتقدم بشكل ممتاز بمحاولة للمرور لكن مرت الكرة وراحت إلى موجود حاضر علي مجرشي، يتقدم علي ويبحث عن لاعب ويلعب كرة للأمام لكن الكرة فيها تدخل وخطأ موجود حاضر، عنصر كبير لا شك في ذلك. توصل مرة ثانية أليوسكي، خطأ موجود حاضر لمصلحة أليوسكي من جانب فهد يمر فهد مع الكرة لكن الكرة فيها خطأ موجود حاضر لفهد الرشيد. هذا باجي الرشيدي بلمسة ملعوبة للأمام لكن الكرة تتخلص وتوصل لرياض محرز وتدخل موجود حاضر من جانب إيفو رودريغيز، يكسب خطأ رياض محرز. الكرة لماكسيما يحاول يلعب كرة في مكان جميل، الله رياض محرز كان ممكن الثاني بالكرة وفي اللقطة الماضية كان ممكن ثاني الأهداف لمصلحة فريق الأهلي. هو متقدم عن طريق روجر إيبانيز، زياد لجهني قدم يمنى وقدم يسرى ما شاء الله زياد لجهني، فهد الرشيدي على اليمين الكرة الهوية عرضية ملعوبة في مكان جميل، الله هي يا رياض جايين مع مدرج الجنون جايين، ألواننا خضراء لون الفن والإبهار والبهاء، نحن الأهلي طلعة شامخة البناء. شمراني ياخذ الكورة، الله
الان كره لفرانكيسي وكره ملعوبه للامام وتفجر ايمانيز وهدف ثاني ملعوب وجميل كان عن طريق واحد الصوره رياض محرز شوط او واللاعب الاخر لفريق الخليج عبد الله منصور حمزي مع كره منصور حمزي يلعب كره للامام لكن كره تتخلص وتروح الى ركله زاويه يسار اليوسكي يتقدم للامام لكن في خطا على منصور حمزي امام تتحول توصل في مكان جميل لكن كره تتخلص رائع جدا عبد الباسط هندي يخلص كره من امام ايفو رودريغيز خطير ماهير الاهلي كره ملعوبه للامام وتوصل بالراس وكره بتعدي من جانب روجر الكره بتتحول الى ركله مرمى لبيدرو ميجيل يلعب كره عاليه للامام وكره توصل لكن كره توصل حارس المرمى ادوارد بيجي علي لمصلحه علي رياض ياخذ كره رياض ويرسل كره في مكان جميل لكن كره لازالت مستمره وتوصل مره ثانيه لخارج الملعب الى ركله زاويه توصل رياض يلعب كرة للخلف إيفو راح ياخذ بطام توصل في مكان جميل كرة بلازات مستمرة للأمام هل فيها شيء ولا لا في هوف سايد تصل كرة في مكان جميل يا جول منصور حمزي منصور حمزي البديل في الشوط الثاني نعم يسجل بيدرو ميغيل وبيدرو ميغيل يلعب كرة وعالية للأمام لكن كرة معها تحرك بجانب عبد الله السانك يلعب كرة في مكان رائع جدا جول بتمر إلى حارس المرمى أوفسايد حالة تسلل خذ كرة عبد الله توصل لإيفو إيفو صوب لكن إيفو وين الكرة بعيدة بجانب إيفو بعيدة عن الشك حديث عن الشكر الخاص لوكالة المنشآت هذه الكرة اللي كان فيها تدخل بطاقة صفراء محمد المجحد على إيفو رودريغيز خطأ في منتصف الملعب استحق heading to this beautiful stadium which is close to the river as you can see right here is close to the river and very very amazing and beautiful one of the best hits